الأجهزة الفنية واللاعبين في الملعب. كان في أداء رجولي من الفرقتين، ولكن طبعا يعني يمكن النادي الأهلي النهارده كان شكله من الناحية الفنية تصور إن هو كان أفضل. كابتن هادي، اشاد الكابتن علي وكابتن شاذلي بالكابتن حسام البدري وباشراكه لاحمد شكري او بدايه اشراكه لنجوم منتخب الشباب، وده اللي احنا عايزينه في الفتره اللي جايه. اعتقد انه كابتن علي كابتن شاذلي لو تحبوا تلقوا الضوء على هذا الموضوع مع كابتن هادي اتفضل. لا كابتن هادي، هو في نقطه معلش بالنسبه للاصابات اللي لعيب المنتخب بالنسبه لابوتريكا، بالنسبه النهارده عماد متعب دخل معاهم اينو، طبعا دي عملية صعبة جدا، يعني هتعملوا فيها ايه دي بالنسبة وبركات وبركات يعني طبعا تمام يا كابتن. هو طبعا الإشادة بشكري انا اتفق مع الكباتن الكبار طبعا ان هو مميز وعنده امكانيات كويسة، فكابتن حسام حس بيه من بداية التدريبات معنا من بعد ما رجعوا من كاس العالم، وكان يعني احسن تصرف كابتن حسام في اشتراكه في وقت معين، كان اداؤه باين ان هو لعيب عنده ثقه في نفسه، ان شاء الله يكمل على نفس الوتيره باذن الله. بالنسبه للاصابات طبعا احنا كنا بنعاني الفتره اللي فاتت من لعيبه المنتخب، طبعا هم جايين من حالتهم النفسيه طبعا كانت تعبانه جدا، فخدنا بعض الجلسات معاهم الجماعيه والسديه بحيث ان احنا نخرجهم من الشعور ده، ويمكن نجحنا في مع بعض اللعيبه، لكن في لعيبه تانية طبعا كانت مصابه زي ابو تريكا وبركات عنده برد شديد، والشيف عبد الفضيل كان عنده انكل رجل وجع ما قدرش يعني نزل التدريب لكن مش قادر، فطبعا احنا يعني مراعين تماما قد ايه الضغوط اللي كانت عليهم في مباراه الجزائر وحاسين بمشاعرهم، وطبعا حاسين ان هو ارهاق زي ما هو ارهاق ذهني تحول الى ارهاق بدني، وبالتالي اللعيب ممكن يتعرض لاصابه، فان شاء الله يعني في البطل اللي جاي احنا عندنا مباراه يوم 29 مع المقاولين العرب، ان شاء الله نحاول نلملم المشاكل دي باذن الله وتكون لعيبه كلها كويسه ان شاء الله. كابتن هادي بنشكرك، ونشكرك على تواصلك معانا، ومره ثانيه بهنيك.